اللعب على فكرة الأجيال الجديدة هو ده النسق اللي في غاية الأهمية، لأن الحرب حرب أجيال، حرب وجودية. إحنا هم دلوقتي قاعدين بيبيدوا في الأطفال، لأن الأطفال دي اللي هتكبر بعد كده وهي اللي هتستمر القضية بسببها. هم دول العماليق الجداد بقى. أيوة هم دول العماليق، وإن شاء الله هيبقوا العماليق بإذن إن شاء الله. وأجيالهم الأخرى في اليشيفوت عندهم في المدارس الدينية بتاعتهم، الأطفال 12 سنة لازم يشيل رشاش، وعارف إن هو دايما موت العربيم دي كلمة سهلة جدا لازم يقولها قبل ما يعرف ينطق، اللي هو الموت للعرب. وأيام ما كانت المجزرة بتاعت المستشفى المعمداني كان كل الناس العالم كان متأثر بيها، وهم كانوا بيقولوا دي شاورمة غزة، لأنهم عندهم سلاح هم خافينه بيتعاملوا بيه دلوقتي، بيسيح الجلد، بيقطع الأطراف وبيفحم الجثة بشكل أو بآخر. وأكتر طبعا حد بيتضرر بيه هم الأطفال، فهم بيقول لك مفيش أي تأثر، بيقول لك دي شاورمة غزة واستنوا حاجات تانية. فأنا أتصور أن العرض للأسف مستمر رغم الخسائر اللي هم يعني ليهم على الأرض دلوقتي، هم بيمهدوا الناس للأرقام. لا ما أنا هتكلم معك فيه بقى بتفاصيل يعني باستفاضة يعني. اتفضل. قبل بس ما أنا عشان أبقى قفلنا الملف ده، إيه أهم عنوان توقفت عنده من خلال قراءتك للصحافة الإسرائيلية؟ أو عنوانين يعني أو موضوع. نهاية نتنياهو، لأن ده كان هو بيحقق التأويل بتاعي للمشهد من البداية، وللأسف البعض برضو يرفض هذا التفسير، فكرة أن هناك اتفاق ضمني ما بين الإخوان اللي أنا بسميهم صهاينة الإسلام واليهود اللي هم الإسرائيليين صهاينة اليهود، حتى تحدث أحداث 7 أكتوبر. فكرة الماهية أو الصورة النهائية للأحداث، لكن كان هناك اتفاق ضمني، لأن في من ضمن أهم فرق الكوماندوز في جيش الاحتلال هي أجودات عزاء، اللي هي فرقة غزة دي اللي بتحمي مستوطنات غلاف غزة أو كما يسمونهم يعني. تمام. الفرقة دي طب كان في عيد هناك ساعتها، عيد العرش أو عيد السكوت، وده عيد بيذكروا فيه تماما يعني. تمام. بس مش معناها أنه في فرقة كاملة تنتهي تباد، وبعدين الموجودين يتسحلوا، والمركفة اللي هي الدبابة بتاعتهم اللي هم بيفتخروا بيها في كل العالم، مش معقول ان هي تتضرب بصاروخ وخلاص وتنهار الدنيا كده. طبعا نتمنى ان الكلام يبقى حقيقي، بس فكرة الامور 1+1=2 الامور صعبة ان هي تتصدق بالشكل ده. وكمان الانهيار اللي حصل في فريق المقاومة، يعني انت عندك شك في اللي حصل؟ بمعنى اصح يوم 7 اكتوبر ده، هل في شك ان يكون مثلا في مؤامرة من الداخل، مثلا في تنسيق مع المقاومة، في تنسيق ما هي كده حماس بين قوسين؟ وطبعا الكلام ده لازم يبقى في الامور الجانبية في التحقيق بتاعنا بعد كده، بعد ما ننهي حربنا طبعا وكلنا صف واحد. لكن حماس معروفة ان هي من مؤسسيها كان شارون. تمام. التفرقة ما بين الفصائل المقاومة، وبصراحة هو حقق القصة دي، وهو اللي عمل أيلول الأسود، وهو اللي عمل اجتياح بيروت وكلام من هذا القبيل. شارون ده كان حد، بس هو أسسها عشان تضربه برضو. أنا النقطة دي مش داخلة، مش تضربه، تضرب فصائل المقاومة. ما أنا فاهم، هي بعد كده تحولت عليه، إيه السبب؟ بعد هي مش تحولت عليه، هو ساب الحكم، فاللي بعده جه كان أضعف منه. شارون للأسف كان في ظل حكمه، كان بيمشي في شوارع غزة في صلاح الدين دوت، ولا حد كان يقدر يجي جنبه، كان مسيطر سيطرة، وكان وحشي. وهم صحيح. دلوقتي مش قادرين يخشوا، وولادهم وهم داخلين كمرعوبين، واللي هم اللي ماتوا دول احنا وصلنا لغايه دلوقتي 18، ده المعلن يعني، والحقيقي غير كده، بيموتوا من الرعب قبل ما يموتوا من استهداف المقاومه. صحيح. احنا كلنا واقفين مع المقاومه بالمناسبه، وراكنين الامور الايديولوجيه، لكن من حق الناس تشوف زوايا المشهد كلها. طيب خلينا اكلمك بقى عن ملف الاسرى، انا عندي ده ملف خطير جدا، التعامل معه شايفه ازاي؟ التعامل كان في منتهى الذكاء في بعض النقاط، وفي منتهى الغباء في بعض النقاط الاخرى. يعني انا دلوقتي وانا واخد من قيادات اجودات عزاء اللي هي فرقه غزه، وكان حتى وكان بالملابس الداخليه، ده كان صوره في غايه القوه، وهم حتى لغايه دلوقتي بينكروها. وخالد درعي كل شويه يطلع في القنوات اللي بيطلع فيها ويقول لا ده ما فيش حد متاخد مننا، لا في عدد كبير جدا من 300 الأسير اللي موجودين عند الحمساوية، عدد كبير منهم من الرتب التقيلة في فرقة غزة، وفي ناس منهم اتاخدوا من بيتهم لأنها كانت ساعتها أجازات.
لكن ليه تاخد المدنيين؟ هم مستوطنين، ما عنده ما فيش حاجه اسمها على فكره مدنيين في المجتمع الاسرائيلي، كله مسلح. بالزبط. عشان بس ناخد بالنا من النقطه دي. بس في الاخر انت بتلعب حرب نفسيه، فلازم وانت بتلعب وانت راجل مجيد للحكايه دي بشكل او باخر يبقى تاخد بالك من الحكايه دي. ليه فكره بين قوسين الجدات اللي انت خدتهم؟ ليه الفكره؟ وانت في الاخر بعد ما حسيت بغلطتك صورت نفسك وانت بتاكل الاولاد الصغيرين، بتهنن الجدات، بتلبسهم، مش عارف ايه، لدرجه ان واحده من الوحايد وهم ماشيين سلمت عليك، ورغم ان انت كنت ملثم وشكلك يخض وكلام من هذا القبيل، وعملت لهم هوجه جامده جدا في اسرائيل بالمناسبه. ومدير مستشفى خيلوف اتعاقب على فكره ان الست جت شكرت في المقاومه ساعتها. لكن اللي انا بقول لحضرتك عليه بسبب الهوجه وبسبب ان هم ما كانوش مصدقين نفسهم على اللي حصل دوت، خرجوا عن النسق الضمني للاتفاق وحصلت الفوضى في هذا الاطار. عشان بس برضو نوضح للساده المشاهدين، ودي معلومه اكيده، هم دخلوا من 10 محاور كانت في بدايه 11 او 11 محور. تمام. كانت في بدايه التخطيط لهم هم كانوا متخيلين ان هم ممكن تنجح من مكان او اتنين فقط لا غير. هم نفسهم المقاومه فوجئوا ان هم دخلوا من 11 نجحت. ان ال11 نجحت الخطه. صحيح. ففي ناس على فكره، عشان برضو حته هم ليه خدوا جدات، ليه خدوا اطفال، في ناس ما كانوش عارفين ياخدوا مين، ده اللي كانوا بيلاقوه خلاص، يعني وصلوا مرحله كده ان ما الدنيا بقت مفتوحه. عشان بس اقول لك، جيش اسرائيل جيش الذي لا يقهر والمركفه التي لا تدمر، كل دي هم بيروجوا كلام يعني لمجرد التخويف، لكن هم على الحقيقه ما فيش. طيب لو انا رحت للأسرة كتبادل، مساله الكل بالكل، وهو طبعا ما تقدمه المقاومه كعرض للكيان الاسرائيلي، ممكن يحصل ولا لا؟ هو مش المقاومه في حد ذاتها، ده الاسيرات نفسهم هم اللي بيطالبوا بده. قال لك اخشاب وكلها كل مولها كل الاسيره لما كانت بتتكلم قالت له دلوقتي دلوقتي دلوقتي، وكانت في منتهى العصبيه. ده بيبين قد ايه السيطره وفوز المقاومه في الحرب النفسيه بشكل كبير جدا. حتى هم كمان عملوا الفيديو الفيك، الشباك عملوا رونين بره رئيس الشباك عشان يجمل نفسه في في الاطار اللي ما بين خلافاته وما بين. طب تاثير الفيديو ده كان ايه بتاع الاسيرات؟ ما برضه عايز اعرفه منك من خلال متابعتك. ده في ده الوضع يعني. اول حاجه نتنياهو بعدها بعشر دقائق تقريبا دعا لاجتماع فوري للكابينات. تمام. وده معناه قوي جدا ان هم قد ايه يعني ايه الرساله بتوصل حالا. وبعدها هو القصه بتاعت الفيك اللي طلعت دي المجنده اللي هي كانت هربانه اساسا، وحتى الاكونت بتاعها موجود والناس ممكن اي حد يعرف ان هي كانت هربانه لتجميل الصوره، لان الخلافات كبيره جدا ما بين الموساد ونتنياهو والشباك على فكره مين اللي يتحمل الغلط بتاع 7 اكتوبر. فجملوا صوره الشباك عشان يقدر يكمل معاهم في التوغلات، وقال لك ايه ده في مجنده هو واحنا نازلين في اول توغلات جبناها وقدرنا ان احنا نطلعها. وعشان ما يعني ايه بعد الحكايه ما اتكشفت شويه، قال لك لا ده هو كانت ايه الناس مدنيين عاديه هم اللي كانوا واخدينها، فاحنا عرفنا نخلصها منهم. القصه كلها مكشوفه ومفضوحه، ومن ناحيه تانية كمان بتاكد قد ايه الحاله النفسيه اللي فيها الاسرائيليين. وهم بيردوا لما بيلاقوا نفسهم ان هم في المربع ده بيردوا بدمويه ووحشيه ومجازر اكتر واكتر. احنا واصلين دلوقتي ل 32,000 جريح وقرابه ال 9,000 كسرت ال 9,100 للشهداء. صحيح. طب هل ممكن اسرائيل تفضل مستمره في القصف وتقتل اسراها بمبدا ان الحي ابقى من الميت مثلا؟ لا، هم ما عندهمش المبدا ده. هم كسرين الشريعه اليهوديه رغم ان هم عندهم احزاب من القوميه الدينيه والصهيونيه الدينيه في الحكومه عندهم، وبيعملوا اوردر عسكري ما كانش موجود قبل كده اسمه حنا بعل على اسم قائد اغريقي قديم. تمام. ايه معناه دوت؟ ان انا كاسرائيل يعني ما ينفعش اسيب اسير ولما يبقى احوله الجثه، ده فايده استراتيجي ليا. عشان كده وهم المقاومين او حتى الناس العاديه وهم بيدخلوا المستوطنات يجيبوا اسرى بيحملوا كل واحد على الموتوسيكل، كانت المسيرات والاف 16 كانت بتضربهم، والاباتشي بتضرب الايه الموتوسيكل بالاسرائيلي والفلسطيني. وحتى لو الناس متابعه مع احنا ما فيش اي حاجه جوه بتحصل له، وفجاه تعرف ان العدد بيزيد، عدد القتلى بيزيد. وكمان من يقول لك ايه ده احنا لقينا جثث تانية، ده احنا مش عارف ايه. لا، هو ما لقاش جثث ولا حاجه، هو بيقتل اسرائيلي مع فلسطيني.
رغم ان ده ضد الشريعة اليهودية. وكنت لسه هقول لك احنا بنقول من المبدأ من اول ما بدأنا الحلقة ان القصة كلها قصة ان هم بنين كيان على مبدأ ديني اكتر منه دولة سياسية. وفي نفس الوقت جوه التعامل لما بيتعاملوا بلاقي برضو ان في حاجات من عقيدتهم هم نفسهم بيتغافلوا عنها بشكل كبير. نتنياهو عنده مدرسة خاصة لازم نعترف ان احنا قدام داهية كبيرة جدا. رغم ان مراته هي اللي بتتحكم فيه بالمناسبة من ضمن سوقاته. هو رجل علماني على فكرة. اللي هو اسمه سارة هانم مش كده؟ اللي اسمه سارة. اسمها سارة. وابنه يائير. تمام. هو عنده ولدين بس هو يائير بالذات هو وسارة اللي بيتحكموا فيه. بالمناسبة هو ابنه هربان في نيويورك وده عامله ضغطة جامدة جدا. ان انت ابنك المفروض انت عامل اكبر عدد تعبئة 360,000 وابنك مش فيهم واخد بالك. فهو هو براك فين دلوقتي؟ مهرب. براك فين دلوقتي؟ ما هو هربان برضه. صحيح. لو تنبأ باللي انا تعرف فاكر وقال اللعنة ومش اللعنة والقصة وهيهجموا علينا. ايوه صحيح. سابق البلد وقال لك سلام عليكم. أيوة يا خكيك. مفيش مبدا يا فندم مع احترام الشديد. لا بس والله. برضو انا مش عايز اسمح لي مش عايز اضعف القصه. لا احنا قدام عدو وعدو قوي وعدو متقدم جدا في كل السياقات. وللاسف يعني هو قدر يخترقنا احنا العرب لدرجه ان انت مش سامع صوت عربي. لدرجه ان من ضمن الكوميديا السوداء في الموضوع ان انت لما بتطالب بقمه عربيه طارئه يقول لك تمام خليها قمه عربيه طارئه بس نعملها كمان 11 يوم. ايام ما كان في زعماء وكان في دول عربيه حقيقيه كان القمه العربيه دي بتتم في خلال ساعتين ثلاثه. تمام. مش بعد 11 يوم. وفي المقابل نتنياهو مصمم هو والكابينات الحرب بتاعه على استمرار الحرب رغم كل الخسائر اللي هو بيحققها خلال 4-5 أيام ديت. مصمم وبيقنع بيقنع ناسه بحواديت مختلفه. فهو احنا قدام عدو بيتعامل مع الحرب على انها حرب وجوديه واحنا متعاملين على ان الموقف موقف يعني سهل والمهدده به مصر او من بعدها الاردن خلاص هم يتحملوا المسؤوليه واحنا مش مهم احنا خلينا احنا ورا. طيب.